أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية توفير خدمات التجارة الإلكترونية الذكية بالدول الإفريقية الشقيقة وفقا لمعايير الجودة العالمية. جاء ذلك خلال مباحثاته مع ممثلين من الاتحاد الإفريقي ومنظمة الكوميسا بحضور رئيس مجلس إدارة شركة فايبر مصر. وأوضح التراس أن مجالات التعاون تتضمن إنشاء منصة رقمية إلكترونية للتعريف بالإمكانيات والمنتجات الإفريقية.